مثال مهم جدا للفلترز هو الفريكوانسي سيلكتيف ديسكريت فلترز. دي فيها احنا بنحاول ان احنا نختار الريسبونس بتاعنا بحيث ان احنا نقلله مجموعه فريكوانسيز انها تعدي ومجموعه فريكوانسيز انها تبقى فلترد اوت. اوكي، فالفلتر ده بيبقى الشكل بتاعه بيبقى بالمنظر ده كده، الانبوت بتاعه بيبقى ديسكريت والاوتبوت بتاعه بيبقى ديسكريت، وبيبقى في عندي هنا فلتر ترانسفير فانكشن اتش اوف اي تو ذا جي اوميجا، ده طبعا لينير تايم انفاريانت سيستم. ويبقى بيسكلي احنا عارفين من الثيوري بتاعت لينير تايم انفاريانت سيستم ان احنا عندنا الواي اوف زي هتبقى اتش اوف زي تايمز اكس اوف زي، كويس، وعارفين ان الكلام ده هو برضو في لو احنا حطيناه في الديسكريت فوري ترانسفورميشن او ديسكريت تايم فوري ترانسفورميشن فورم، هيبقى عندي الكلام ده عباره عن واي اوف اي تو ذا جي اوميجا بيساوي اتش اوف اي تو ذا جي اوميجا في اكس في اي تو ذا جي اوميجا اللي هي اوف اي تو ذا جي اوميجا. اوكي، فطبعا احنا بالنسبه لنا احنا عارفين الزي لما يعني علاقه بين الزي والزي ترانسفورم والديسكريت تايم فوري ترانسفورميشن علاقه عامله ازاي. فاحنا بيسكلي وانس ان احنا اخترنا هنا الجزء بتاع الاتش اوف اي تو ذا جي اوميجا ده، ان في عندي عند الاوميجاز المحدده اللي انا عاوزها يبقى الترانسفير فانكشن دي بتساوي واحد، وعند الاوميجاز الثانيه انا مش عاوزها يبقى عندي ترانسفير فانكشن دي بقى اقل ما يمكن تبقى صغيره كفايه. يبقى معنى كده انا ممكن ان انا اعمل فريكوانسي سيلكتيف ريسبونس، يبقى في عندي مجموعه فريكوانسيز تعدي ومجموعه فريكوانسيز ما بتعديش. اوكي، ومنهم طبعا ايديال فريكوانسي سيلكتيف فلترز زي اللو باس والهاي باس والباند باس والستوب باند ستوب باس اللي هي الستوب او الباند ريجكت فلترز. كل الكلام ده الحقيقه ممكن ان احنا يعني في الفريكوانسي دومين، لو احنا بنتكلم على حاجه في الفريكوانسي دومين ممكن اكشن نعملها، او يعني طبعا الايديالايزيشن بتاعها بيبقى صعب شويه ان هو يبقى اتشيفد، بس برضه ممكن نوصل يعني على الاقل بالسبيسيفيكيشنز بتاعتنا تبقى يعني اب تو المواصفات اللي احنا عاوزينها.